رغما عن المنطفئين يقول هؤلاء الشبان المتقدون سنشتعل فرحا ووحدها شعلة الثورة ضوءنا للحرية. ففي حين تخمد هنا قصرا بعاصمة محافظة حضرموت مظاهر الاحتفال الرسمية بعيد الجمهورية، يأبى منتسبو سكن الأوائل الجامعي للتنمية في مدينة المكلا إلا أن ينوبوا عن جميع من انصاع لدعوات التخاذل وتنكر لأرضه وهويته. هذه ذكرى يعني لأول مرة نحتفل بها، ارتأينا أن نعزز الوعي لدى الشباب ولدى الطلاب وأن نعلي فيهم روح الروح الوطنية. المناسبة تستدعي مغالبة التقاعس يقولون، لذا ينتهزون الفرصة ويشدهم نداء الوطن ونشيده المتأصل في الوجدان، مستحضرين أمجاد صناع الثورة الخالدين في ذاكرة الأجيال، وهي في الوقت عينه دعوة للذود عن الثوابت والقيم الوطنية. ذكر نحن أشبال وأحفاد الزبيري ومحمد علي بن المغني وشدادي بأننا بالمرصاد لمن فكر أو وضع في رأسه بمحاربة الديمقراطية. لربما الفعالية تبدو في ظاهرها بسيطة، لكن ساحات مماثلة لعلها قد أنجبت رموز سبتمبر. وقد يتساءل الحصيف ما فائدة البذخ في الاحتفاء بينما التغيير لا يحتاج سوى أرواح مشحونة بالعنفوان. محمد عمر، قناة بلقيس، المكلا.